أو طبعا عندما وجهت تعليمات، لأن هكذا تسير الأمور في الحزب الذي نتحدث عنه. عندما توجه التعليمات ويقال لبعض ليوتنو كما كيتسموا في فضاء آخر أنهم يتكلموا ويجاوبوا، الجواب الوحيد اللي كان توصلوا به هو ما استمعنا إليه. كنعاود نكرر، لاحظوا معي بانه ما جاوبونا لا على واقع الفضاء السياسي ولا على التشغيل ولا على الوضع الاقتصادي ونسبه النمو ولا على ثقه من عدمها في الفضاء السياسي ومناخ الاعمال ولا الملايين ديال المغاربه كاينش في الفعل العمومي ولا على الحماية الاجتماعية والتعثرات لها ولا على الدعم المباشر ولا على السكن ولا على غير ذلك من الأمور اللي جبناها في الرسالة ديالنا مرقمة مدعمة تحليل. ما جاوبوناش عليه، لاحظوا معنا، مشاو فقط لهجوم على الحزب وعلى بعض الأشخاص داخل الحزب. هذا هو المستوى ديال السياسة.